لمزيد من المعلومات ينضم إلينا من القدس المحتلة أحمد البوديري. أحمد، ماذا لديك من تفاصيل حول هذا الموضوع؟ ابتداء كان هنالك صفارات انذار قبل قليل، وذلك في كل منطقة الجولان السوري المحتل. بعد ذلك كان هنالك بيان أولي من قبل جيش الاحتلال بأنه تم استخدام منظومة مضادات جوية، وقبل قليل تم إصدار بيان رسمي من قبل الجيش الإسرائيلي يقول بأنه تم إطلاق صاروخي باتريوت باتجاه طائرة مقاتلة سورية من نوع سوخوي، والتي اخترقت بدورها المجال الجوي الإسرائيلي في جنوب هضبة الجولان. وتابع البيان قائلا بأن هنالك متابعة للمقاتلة السورية التي خرقت الأجواء الإسرائيلية بعمق كيلومترين داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ومن ثم تم اعتراضها. ومنذ ساعات الصباح كان هنالك تصعيد في مؤشرات القتال الداخلي في سوريا، بما فيه نشاطات متصاعدة لقوات جوية إسرائيلية. وجاء في ختام البيان جيش الاحتلال بأن الجيش سوف يكون على أهبة الاستعداد والجاهزية، وهو يعني يواصل التحرك ضد خرق اتفاقية فك القوات من يعني القوات الإسرائيلية والسورية، والذي تم إبرامه في عام 1974، وذلك على حد قول البيان الإسرائيلي. نعم أحمد، سنتابع طبعا معك هذا الملف في نشرتنا لاحقا إن جد أي جديد. شكرا جزيلا لك من القدس المحتلة أحمد البوديري.